الحقيقة أنه في أمور للغاية كثيرة بتهم المجتمع الدولي، سواء على المستويات العلمية بشكل كبير التي تبحث، أو على مستوى حتى الإجراءات الأمنية المتصاعدة. القارة الأوروبية يقال أنه ربما تأخرت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، وبالتالي يعني هذا التأخير جاء ثمنه باهظا على الصحة الأوروبية، على عدد الحالات أيضا في الوفيات وتصاعد أعداد الوفيات. وجدير بالذكر أو بالعلم، وده كنت بتكلم عنه من شوية في تعليقي على ما قاله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس، حينما قال إنه أعداد الإصابات بتزيد من أسبوع لأسبوع، وبالتالي هذه الأعداد يعني بتعمل مشكلة في تزايدها لو وصلت إلى المتواليات. على أي حال، معي الآن الدكتور غسان الجعيدي عبر سكايب من مدريد، هو عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. دكتور غسان، أهلا بك وكل تحياتي. إذن أوروبا المأزومة بشكل كبير، ماذا عليها الآن من إجراءات بعد أن وصلت الأمور لربما مرحلة الرجوع منها أصبح صعبا بشكل أو بآخر؟ نعم، السلام الله وبركاته، تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. هلا الوضع فعليا عندنا صار صعب نتيجة عن تأخرنا، ممكن نحكي باتخاذ القرارات يعني الاتجاهات اللازمة في الوقت المناسب، ولكن هلا لازم نركز كل المجهود تبعنا على نحاول ان نعطي الفرق الطبيه والطاقم الطبي القدره الكافيه على انه يقدر يتعامل مع المرضى بطريقه امنه سواء له او للمريض ذات نفسه. ولذلك انا اظن اهم موضوع هلا هو التركيز على التجهيزات الطبيه، نحاول نحصل على اكبر عدد ممكن من التجهيزات الطبيه، نحاول نجهز المستشفيات الميدانيه مش فقط لاستقبال المرضى المصابين بطريقه خفيفه، بل لاستقبال مرضى حالاتهم ممكن تكون صعبه ومتضاعفه ويعني عندهم مضاعفات كبيره، وبنفس الوقت تحصين الطاقم الطبي والفرق الطبيه بالتجهيزات والستر الواقيه الكافيه لمعالجه الامر، وانه ما يحاول يكون عندنا مرضى سوري الدكاتره او الممرضين والى اخره يكونوا من المصابين، لانه هلا عندنا اكثر من 13,000 شخص من الفرق الطبيه مصاب، فلذلك هذا بودينا لمكان انه 13,000 شخص ممكن يعتني او من الدكاتره والممرضين اللي بيعتنوا بالمرضى مصابين ومعزولين في بيوتهم لمده لا يقل عن 15 يوم، اليوم حتى صرحت الحكومه انه اذا الدكتور مصاب ولكن عنده اعراض خفيفه يجب عليه انه يحاول بطريقه ما يذهب للعمل، وهذا خطا كبير لانه هو ممكن يكون سبب اصلا العدوى للمرضى يعني مهما حصلناه. والمشكله برضه انه اذا ما عندك ستر واقيه كافيه، لانه هذا الدكتور حتى لو انه بيقدر يروح يساهم بدون الستر الواقيه حيعدي اكثر مرضى مما يعني حيزود المشكله اكثر مما يشل. دكتور يعني الحقيقه انه الحديث عن المنظومة الطبية الأوروبية بشكل أو بآخر يعني أنها متقدمة للغاية، هل نجد أنه فشلت المنظومات المتقدمة في تحقيق شيء حقيقي في مواجهة هذه الأزمة؟ هل هناك مسألة نقص وعي أيضا لدى الشعوب؟ والمفروض والمعروف أنه الشعوب الأوروبية هي ربما من أكثر الشعوب وعيا يعني في الكوكب. يعني هل في عندنا فكرتين مهمة بهذا الموضوع؟ بالعكس، الأنظمة عندنا الصحية جدا متطورة وزي ما الكل بيعرف قوية جدا، والفرق الطبية متعلمة ويعني من أفضل الفرق الطبية في العالم، يعني قوية جدا، ولكن ما في أي بلد في الدنيا متحضر لهيك وباء، بالأخص إذا القرار إنه نعزل الناس أو نعطيه أهمية من الأول كان متأخر. فلذلك أي نظام صحي مهما كان متحضر حتكون مسألة وقت أو مسألة يعني تايمينج إنه في النهاية ينهار، لأنه عدد المرضى كثير أكبر من قوة استيعاب الغرف الطوارئ وغرف العناية المركزة. يعني هي مش مسألة علم أو مسألة تكنولوجيا، هي مسألة عدد. إذا العدد كتير كبير مهما كنت متحضر مهما كان عندك تخوت، يعني هلأ عندنا أكثر من 113,000 مصاب، صعب كثير انه اي مستشفى بالعالم اي مستشفيات بالعالم او اي نظام صحي يستوعب كل هذه المرضى. طيب الحمد لله انه بس منهم 10% بيحتاجوا هاي العنايه. دكتور
دكتور غسان، يعني هذا هو الوضع في أوروبا، لكن مع أيضا المفترض أنه الفارق أو شكل المختلف هذا حدث في الولايات المتحدة. سأذهب الآن إلى واشنطن، وهبة القدسي مدير مكتب جريدة شرق الأوسط هناك. سيدة هبة، أهلا بك ومرحبا. والحديث أيضا هو عن لماذا يعني أصبحت هذه الجائحة مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة. ماذا حدث وكيف هو الموقف الآن؟ أوكي. المشكلة أنه كان هناك تأخر في اتخاذ إجراءات متشددة منذ بداية العلم بهذا الوباء وهذا الفيروس. الوباء بدأ في الصين في نوفمبر الماضي. أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة كانت في أواخر فبراير الماضي، وللأسف تأخرت الحكومة الفيدرالية والولايات بشكل عام في اتخاذ قرارات حتى ربما منتصف مارس الماضي. في بداية مارس كان عدد الحالات الكلية في الولايات المتحدة حوالي 50 حالة، في نهاية مارس كان العدد أكثر من 50,000 حالة. فهناك تزايد وارتفاع شديد ناتج عن تأخر هذه الإجراءات، ثم عن يعني فرض إجراءات العزل الاجتماعي وإبقاء الأمريكان في منازلهم. هذا الإجراء لم يتخذ إلا في خلال الأسبوع الماضي، وهناك بالفعل 40 ولاية اتخذت إجراءات وتجديد إجراءات بإبقاء الأمريكيين في منازلهم. لكننا نتحدث، عفوا دكتور، مطالبات بإغلاق كامل للولايات المتحدة. نتحدث عن الدولة الأقوى في العالم في منظومتها الصحية، وليس فقط في الأمر الاقتصادي والعسكري. نعم. كيف لم تستطع أن تجابه؟ كيف يعني صار الأمر بهذا الشكل في أقوى منظومة صحية في العالم؟ نعم، لا يعني هذا حقيقي، لأن هناك ميزانية ضخمة ترصد للرعاية الصحية في الولايات المتحدة تبلغ حوالي 3 تريليون أو ما يقرب من ما بين 3 إلى 4 تريليون دولار في ميزانية العام الماضي. فهناك بالفعل ميزانية ضخمة للرعاية الصحية، لكن المشكلة في هذا الوباء الذي انتشر بصورة متسارعة وفي هذا العدد الكبير الذي لا تستوعب المستشفيات هذا العدد المتزايد كل يوم. احنا وصلنا في الولايات المتحدة حاليا إلى وفيات تبلغ 6,000 حالة، وعدد حالات يقترب من ربع مليون حالة إلى الآن، وهذا العدد يتزايد إلى ما يتعدى الملايين خلال الأسبوعين القادمين وربما عدة أسابيع أو عدة أشهر قادمة. فلذا الأعداد أكثر بكثير من قدرة المستشفيات على الاستيعاب ومن قدرة الطاقم الطبي على الرعاية وتقديم المساعدة. مفهوم. شكرا جزيلا لك على مشاركتك هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط، وحدثتني من واشنطن عبر سكايب. أتقدم كذلك بالشكر من مدريد. شاركني السيد دكتور غسان الجعيدي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. وأشكر حضراتكم مشاهدي الكرام، متعكم الله بكل الصحة والعافية وراحة البال، ما لها من كاشفة إلا الله. في أمان الله.